كابتن لمياء، ابتدي معاكي. يعني احنا عارفين مين لمياء مختار، بس في تفاصيل كتير جمهور النادي الاهلي ما يعرفهاش، فممكن تعرفي نفسك للجمهور؟ بس عايز براحتك يعني، خدي وقتك واستفيدي في الشرح. بص، انا بنت النادي الاهلي اولا، يعني انا بص انا هتكلم براحتي خالص. انا اعتبر ان انا اكني متربيت تحت الترابيزات في النادي الاهلي من كتر ما احنا كنا اطفال وبنزحف يعني. لعبت، ابتديت في الاول خالص انا اتعلم سباحه. والدي، انا عندي اخين، حسن مختار ومحمد مختار، احنا الثلاثه. والدي كان هو عارف لما يبقى الاب نفسه يحقق في ولاده اللي ما هو ما كانش بيعرف يعمله، هو حبيبي ما كانش بيعرف يعوم الله يرحمه ويحسن اليه. فكان اول حاجه عايز يعملها ان هو يعلمنا نعمل نعوم. فانا مش لن انساه كابتن غريب عطيه، هو دلوقتي بطل بيلعب في الماسترز، هو في السباحه الماسترز. وخدنا احنا الثلاثه كده وبدا يعلمنا السباحه وكده. وبعدين جينا في بعد كده الخطوه الثانيه بتاعتنا احنا الثلاثه برضو، ان احنا لعبنا غطس في نادي الاهلي. غطس، ادي حاجه معلومه ما اعرفهاش. ايوه، ابتدينا غطس احنا الثلاثه، فدخلنا لعبنا غطس. انا بابايا كان شايف ان غطس دي لعبه سيريس جدة كده وبس. فلعبنا مع كابتن صلاح البهير الله يرحمه، وكابتن ممدوح منصور والناس الجميله اللي هي اعلام السباق، وكابتن هيثم الله يرحمه. بص يعني، فبدانا نلعب دايفنج. وبعدين جيت انا، عارف لما بتبقى قاعد بتلعب وانا بنت، وانا بص وتحت كده تحت المنط الاقي البنات بتوع الباليه ومزيكا وضحكوا، والله لو انت وانا بقى يقول لي يلا وشدي وهوب ونطي ومش عارف ايه وسمر زولت ودي وخش في الميه. لا انا عايز اللعبه الحلوه. ايوه، انا ما البنات حلوه ايه، وبقيت داخله بلعب بقى هنط نطه جديده، فاللي هو ممكن اخبط في البورد اصلا، فاللي هو طب ما الناس دي حلوه ايه. كنت اروح اقول كل يوم، قعدت سنه اقول له عايز اعمل اللعبه دي، يقول لي انت فاكره كان عندك كام سنه ساعتها؟ انا بدات بالي وانا عندي 8 سنين على فكره. انا بتكلم ان احنا بدانا من بدري قوي اللعب يعني. فيعني انا اول بطوله نزلتها في الباليه كان عندي 8 سنين. يعني 8 سنين بتلعبي باليه ومريتي على 3 العاب قبليهم وبلعب ده؟ لا سباحه كانت تعليم بس. ايوه يعني، بس في 8 سنين مريتي على 3 العاب. احنا بدانا مش كده، بقول لك هو كان عايز يبتدينا من بدري علشان نبقى شطار في السباحه وكده. فالمهم فجينا شويه كده، بعدين بدا يقول لي ايه، طب بصي يديني بقى محفز انسان، يقول لي طب اتمرني كويس وهخليكي تنزلي. قلت له طيب. وطب فكنت بالنسبه لي انا ماشيني بالحافز، انا بتاعه حافز، فهو اداني حافز. فبقيت انزل اقطع نفسي في التمرينة الغطس، بطلع الاولى وكده وانزل الباليه. اول بطوله باليه دخلتها لاني طلعت الاولى. ما انت حابه اللعبه خلاص بقى. فانا حباها وبعدين لا، والغطس ساعدني، خلي بالك يعني. انا بالنسبه لي لما اخش على بنات مش عارف ايه كده وانا داخله بقى عامله هوب وشد وبتاع، فكنت متحمسه جدا فطلعت الاولى. ففضلت ماشيه الاثنين جنب بعض، عايزه اقول لك، وفي منتخب غطس وباليه. ايوه، لحد بجد يعني، لحد مثلا يعني انا فضلت منتخب الغطس مثلا، لحد كنت دخلت بدري قوي لحد ما 12 13 سنه كنت بلعب الاثنين مع بعض. بعدين جيت في حته بقى قلت له يعني، كان خلاص بقى بدات المذاكره تشد وكده، فبدات بنزل بطولات للغطس لحد ما مثلا كنت ثانويه عامه، لكن بلعب بالباليه ومنتخب الباليه بس، اروح للنادي في البطولات انزل بطوله الغطس واخد ميداليات وكل البوردات وكل حاجه. وبعدين جينا في الحته كده في النص، لقوني سبرنتر كويس قوي في السباحه، فكانوا ياخدوني بتاكس. كانت البطولات كلها والله، كانت تبقى البطولات كلها شغاله. رجعنا سباحه تاني. والله كابتن ياسر رسمي بالله يمسيه الخير كان الاداري، والله العظيم كان ياخدني كابتن سيد وكابتن محرم، كان يخلوه ياجروه تاكسي لوحده طول اليوم، يلف بقى بطوله الدايفنج الساعه 1، السباحه الساعه 2، الصبح تصفيه السباحه، بعد الظهر نهائي السباحه. فكان كنت انزل واعمل سبرنتات وانزل تتابعات وكله، والباليه شغال معايا برضو. بص ده خلاص، ده انا بالنسبه لي عشق، لان انا كملت حتى في تدريب بعد كده. كملت من عارف. بعدين جينا في وقت كده قال لك ايه، طب نعمل فرقه ووتر بولو، كره ميه. ايوه، ده ما فيش، ده احنا العاب الماء كلها لعبناها. انا خدت كاس احسن لعيبه ووتر بولو في مصر ما شاء الله. ايوه، كنت سنتر فيرود بقى، وكان الناس بقى كنت بلبس نمرة 10 ده عشان بيبو الكابتن خطيب. ايوه، بيبو. انا العب العب ووتر بولو وهلبس 10، الناس بيبو واو. فمره بيبو ماشي من تحت، لا الناس بتقول بيبو فوق، فطلعت في سين، فلقيتهم فجاه وانا في الميه قلبوها مارادونا. كان مارادونا في عزه على فكره ساعتها، يعني ساعتها اخر الثمانينات كده يعني، كانوا مسمينك في ووتر بولو مارادونا. سوري، كان مسميني بيبو. وبعدين لما قالوا لي احنا بصراحه استذواقنا، ما ينفعش يبقى في اتنين بيبو، بقوا مسميني مارادونا. فبس قعدت كملت كله مع بعضه لحد ما خلصت بقى خلاص، فضلت في منتخب باليه بطوله عالم مش عارف كده.
ده ما بطلت بقى. انا طبعا نفسيا رحت بطلت امرن بدري. يعني سني كام بطلت؟ لا انا بطلت بدري. يعني عشان بدات بدري وبطلت بدري يعني بدات لعب بدري يعني ده يعتبر بدري يعني 19 يعني بطلت بعد ثانويه عامه على طول. 19 بس يعني بص في الوقت ده بالكالتشر بالثقافه بتاعتنا ده كان اوكي. دلوقتي ده كان بدري. بدري فاهم قصدي؟ وقتها ما كانش متاخر. وقتها ما كانش متاخر. انما دلوقتي ممكن بنقعد لوقت طبعا. وده على فكره في كل الالعاب كده بس مش ووتر بول. ايوه دلوقتي لا هو الفكره كمان الكالتشر بتاعت المايوهات ومش عارف ايه والحاجات دي. انا بقول لك يعني دلوقتي لا في بنات انا عايز اقول لك ان في بنات راحت اتجوزت وخلفت ورجعت تكمل تاني وراحت اولمبيكس يعني. الفكره اتغير خالص. فاحنا فضلنا كده شويه فبس اول ما بطلت قمت مرن على طول. فقعدت مرنت شويه في نادي في الاهلي وبعد كده. مائي ما اخترتيش بقى من كل الهسه بقى اللي فاتت دي كلها؟ ولا حاجه غير الباليه. هو خلاص بص انا بالنسبه قعدت قد ايه تمرني؟ لا انا لحد انا لسه مش عايزه اقول لك بس عشان ما تتخضش بس لا قعدت مرن لحد من ما انا بطلت 2017. يعني قريب جدا. ايوه يعني عمرك يعني العمر الاكتر عمري كله قضيته على البيسين وحابه الموضوع وحابه الدنيا. لا بص انا كنت بقعد من 10 الصبح ل 10 بالليل.